اللهم أسعد آباءنا وأمهاتنا، اللهم أكرم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما رحمونا، اللهم أكرمهم كما أكرمونا، اللهم أسعدهم كما أسعدونا، اللهم كافئهم باليد الطول التي لهم علينا. اللهم من كان منهم حيا بيننا فقر أعيننا ببقائه، ولا تحزن قلوبنا بفقدانه. اللهم احفظهم كما حفظت الذكر الحكيم، وأمنهم كما أمنت البيت العتيق. اللهم أحسن لنا ولهم الختام.